وعليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقاس يعجبكم كثيرا، فقط تتسجل وتأخذ رصيد مجاني، يعني تسجل تجد هنا رصيد بعملة اللايتكوين، تذهب إلى هنا إلى السحب، ويعني تدخل رابط محفظتك هنا يعني في اللايتكوين. أنا يعني أدخلت رابط المحفظة، فقط سأكتب له يعني تعليق، مثلا أكتب له very good مثلا هكذا، وأضغط على الطلب. وكما ترون الحمد لله سأضغط على كونفيرم وسيصلني السحب على محفظتي الفوسيت باي. أنتم الخوت كما رأيتم هنا تم حفظ طلب السحب. نمشي هنا لطلب السحب، سحب التاريخ، سأنظر هنا تاريخ كمية. نمشي للواجهة هنا، انظر بعد كم لدي من الرصيد. هذا لايت كوين لدي 7109. سأضغط اكسير للصفحة، لم يصل بعد. هنا سحب التاريخ، لم يصل بعد يا اصدقائي. ابريل مساء، طلب سحب جيد جدا لهذه الفترة سبب مجموع. يعني الخوت هو كيتعطل شوية لأن كان وصلني أنا واحد السحب آخر، هو هذا. سأريكم هذا السحب الذي وصلني هنايا، تبع ديبوزيت من موقع آخر، حتى هو يعني غير تسجلت وعطاني رصيد مجاني، ها هو من عملات اللايت كوين، فقط شبيه بهذا الموقع. غادي نشرحه إن شاء الله توا من بعد. وطريقة أخرى هي الرائعة للربح، هي تضغط هنا مكافأة قدرها 50,000 دولار، كتهبط لهنايا كدير ليه فيديو على اليوتيوب تشرح فيه، يعني يقول لك تكون فيه مدة 3 دقائق وتشرح فيه الموقع فقط. هكذا يعني يمكن لك انك تشرح اذا بغيتي انك تحصل على رصيد يعني نوعا ما جيد في هذا يعني على هذا الفيديو، يعطيك مثلا 1 دولار او 3 دولار او 5 دولار او حتى 10 دولار. يعني تشرح طريقة الاستثمار، تضغط هنا مثلا يعني غير باش يعني يحسبوا لنا الفيديو، يعني مثلا تختار الخطة التي أردت، مثلا هذه الخطة أو أي خطة هكذا ولا هكذا، يعني تختار الخطة التي أردت وتذهب على يعني أنفق من اللايت كوين، أنفق من البيت كوين أو من الداش مثلا هكذا، وتضغط هكذا يعني ويحولك إلى واجهة أخرى مثلا، وتنسخ هذه يعني المحفظة ويمكنك الإيداع، ولكن لا تودع. وأنا فقط يعني أشرح لك أخذ الرصيد من الموقع. ويعني سأرجع إلى هذه المسألة الذي قلت لكم هنا بونس، وهذا البونس يعني هو يعني بعض القنوات يعني تربح مبالغ جيدة فقط من هذا البونس، فقط من هذا البونس. يمكنك يعني نشر على الفيسبوك، تأخذ من 0.10 دولار إلى 50 دولار. يمكنك أن تنشر على يعني أن تدعو أصدقائك، يمكنك أن تنشر على التليجرام، بزاف الحويجات الخوت، يعني غير طرق متعددة. وهذه يعني فرصة الخوت باش ديروا قناة انتم الخوت وتنشروا فيها، يعني راه ما اني فترة ماشي شي حاجة اللي صعبة بزاف، انك دير قناة ونشر حتى انت، الله يسهل عليك حتى انت يجيك بحال رابط الإحالة ولا يجيك اللي بغى يجي. يعني قال لك إذا بغيتي أنك هذا الفيديو تصيفطو باش تاخد، كتكوبي هذا يعني هذا الجيميل، هذا هكذا هكذا، وكدير رسالة في الجيميل، كتصيفط لهم هكذا، كدير رسالة في الجيميل، كتكوبيه لهنايا، كدير رسالة، كتمشي للجيميل كدير إنشاء رسالة جديدة، كتكتب اسم المستخدم، كتكتب أنت الاسم ديالك، ولكن هذا الشيء خصو يكون باللغة الإنجليزية. الإنجليزية هكذا كتكوبي يعني هادو، كدير اير نايم هكذا، كتنسخو في الاير نايم ديال الجيميل، وكدير في يعني في الوصف ديال الرسالة كلايم بونيس، كدير بونتي كلايم يعني طلب المكافأة، كيوصل لك يعني الرصيد، وكتسحبو تاني حتى هو على يعني على اللايت كوين ولا على شما بغيتي. وطرق السحب الخوت هي هنايا، طرق السحب اكونت، طرق السحب، طرق السحب يعني عدة طرق، منها البيرفكت موني، ومنها البيتكوين، لايت كوين، دوش كوين، اثيريوم، بيتكوين كاش، داش، يعني هذو كلها يمكنك السحب عليها. ويعني الفيديو فقط تعمل فيه 3 دقائق وترسله لكم، يعني وترسله لهم، والسحب يصل في الحين يعني ان شاء الله، يعني
لأنني أنا رأيت يعني فيديو يشرح هذا الموقع ووصله 1 دولار، وفقط الفيديو ديالو فيه 3 دقائق، يعني كل ما كان الفيديو يعني فيه شرح يعني وتعطلتي في الموقع وشرحتيه كامل، يعني تأخذ نوعا ما رصيد أكبر يعني. وأنا لا أنصح أي أحد، لا أنصح أي أحد يستثمر في هذه المواقع، لا أنصح. فقط دخل خذ الرصيد 0.5 دولار ودير فيديو 3 دقائق وخدري قناة جديدة، افتح غير بالجيميل. طريقة فتح قناة جديدة خاوية سهلة، افتح قناة جديدة دير فيها انت غير هذا الفيديو هذا، وخذ المكافأة ديالك. بغيت تمسح، بغيت تكمل، الله يسهل عليك. هنا الإحالة، تضغط هنا يعني يعطيك رابط، سننظر أين هو الرابط. أين هو الرابط؟ الرابط خصنا نجيبه من هنايا الخوص، مكافأة قدرها هاديك، نضغط هنا إلى هكذا وسيعطينا رابط. سننظر أين هو الرابط، اختار طريق الاستثمار، ما بغناش الاستثمار، يعني لا يوجد فيه رابط إحالة، برنامج مكافأة الإحالة. انسخ الرابط أرسله فيه، يعني هذا هو الرابط ديال الإحالة خوص، كنظن هو هذا، هو هذا. كدير له كوبي وكتشارك مع الأصدقاء ديالك. أخوت وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى إن شاء الله ما نكونش أطلت عليكم في الشرح. ويعني هاد المواقع كتكون صادقة لأنها يلاه بادية، هاد المواقع يلاه بادية كتبغي دير إشهار، يعني كتعطيك بونيس، تعطيك أرصيدة، تعطيك بزاف، لكن غير تستثمر فيها وتطول فيها واحد الأسبوع ولا مزيك المضرب كتطول. يعني خد ديما المجانيات، ديما قنا غير بالقليل، غير المجانيات 0.1 دولار، 1 دولار، دير فيديو، دير كده. يعني الا كبرتي كرشكم مشيتي تقول لا نستثمر كده، صدق عاوتاني خسر فليسات، باش ننصحكم الخوت ديما سيروا غير بالمهل، غير بالمهل الخوت، ودرجة درجة غادي توصلوا ان شاء الله. وتبارك الله عليكم، الى الفيديو القادم.